بسم الله الرحمن الرحيم. قناه مصر تنس لتعليم التنس الارض تحييكم. طبعا شفت الفيديوهات اللي احنا عملناها ازاي فكره التنس نعملها داخل الشقه. بنفس الفكره برضو هنعمل السيرف، وبرضو طلب مننا ازاي نعمل السيرف داخل الشقه. انا برضو باجي في شقتي اهو في غرفه النوم بتاعتي، انتوا برضو زي ما انتوا شايفين كان في شقه اهو، بحاول ان انا برضو افكر اعمل السيرف ازاي واشتغل النت. نعتبر ان ده الخط بتاع الملعب بتاعنا اهو، ونبدا نعمل السيرف. احنا طبعا قبل السيرف بنعمل حاجه اسمها التوس، وعارفين التوس، بحط مضربي اهو وببدا اشتغل التوس عادي زي ما اتعلمت. رجلي الشمال بتبقى قدام اهي، وابدا واقف سايد واي، واعتبر نفسي ان انا في الملعب اهو، وابدا ايدي عامله استريتش اهي، وايدي اليمين استريتش اهي، ايدي الشمال ابدا ارفع بيها الكوره اهو، وايدي اليمين ارقف بيها الكوره. طبعا التوس ده بيتعمل مره اتنين تلاتة أربعة، أفضل ضرب على نفسي كتير قوي. لابد أرفع بيدي الشمال وأرقب باليمين، أرفع بيدي الشمال وأرقب باليمين، أرفع وأرفع أو أو الكورة، شايف الكورة توصل لحد السقف أو بترفع لحد أكن المضرب بالظبط، إني بعتبر دي المضرب، ودي إيدي اللي هاخد بيها الكورة تبص أهو، وأرقف بإيدي اليمين، بعرف بلقف بإيدي اليمين، أفضل أمرر إيدي مرة واتنين لحد ما أحفظها، لأن المهارة التوس دي هي السيرف. لو انت اتقنت مهاره التوس اتقان كويس جدا، كانك فعلا اتقنت السيرف، لان انت ايدك دي بتبقى مفروده اهي، بتحذف وبتلقف الكوره بالشمال باليمين، بتحذف وتلقف باليمين، تحذف وتلقف باليمين، بتفضل مره واثنين و10 و20 حتى لو بتوصلها 100 400، المهم ان انت بتحاول تعمل اتزان عندك كويس. بدات ترفع الاتزان بتاعك بايدك الشمال وتلقف باليمين، بترفع بايدك الشمال وتلقف باليمين، بترفع بالشمال وتلقف باليمين، بترفع بالشمال، احفظ احفظ وشوف الرفعه بتاعتي ازاي. ارفع بايدك الشمال اهو وارقب باليمين، ارفع بايدك الشمال وارقب باليمين، رجلي واقفه الشمال اهو، الشمال قدام اهو واليمين ورا. طبعا اللي هو بيلعب برجله الرايت بالرايت هاند بيرفع بالشمال ويرقب باليمين. هنخش بعد المرحله دي مباشره او شوف مرحله السيرف نفسها، عشان مرحله السيرف مهمه جدا. شوفوني وانا بعمل السيرف بقى، برفعه رفعه جميله جدا داخل الشقه برضه، بمسك المضرب بتاعي زي ما اتفقت اهو، واقول واحد زي ما اتعلمنا، اتنين فاكرين انتوا، تلاتة بص بالراحة بالراحة دي مرة مرة ممتاز، تاني واحد اتنين تلاتة أربعة، شايف؟ تخلص بالراحة زي ما أنت ماشي تاني أجيب، واحد اتنين المضرب ورا راس هوشن في السيرف، تلاتة أربعة، شايف الفينش بتاعي بحط مضربي فين؟ أعيدهم تاني، أوكي نو بروبلم، بعيد الكورة تاني بنفس الاستظراف الجميل ده، رجلي الشمال قدام أهي، واقول واحد اتنين تلاتة أربعة، بتطلع شوف المضرب الفينش فين؟ إذا المضرب بتاعي بادئ من هنا، وأقوم رجع المضرب ورا راسي أهو، وحادف كورتي فوق، وأقوم نازل كأني بعملها بالظبط شادو أهي، بالمضرب بالفينش بتاعي هنا، تاني واحد اتنين تلاتة أربعة، شايف الفينش بتاعي؟ تاني واحد اتنين تلاتة أربعة، أوكي؟ هعملها مرة تاني بالكورة، هجيب لك كورة سريعة جدا، وأعمل لك آخر منظر جميل أهو، بص لي أهو، واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، أوكي؟ ثانك يو أند جود باي، إن شاء الله إلى اللقاء في فيديو قادم، إن شاء الله.